إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد عباد الله، فاتقوا الله حق التقوى واستمسكوا من الدين بالعروة الوثقى، واعلموا أنكم محاسبون وعن أعمالكم مجزيون وبين يدي الله واقفون في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. عباد الله، لقد كان السلف رحمهم الله تعالى يتفكرون في تقلبات الدهر ويعتبرون بما يكون في الأزمان، ويحدث لهم ذلك في عملهم عبادة وقربة إلى الله سبحانه وتعالى، كما قال الحسن البصري رحمه الله تعالى. وهذا هو فقه السلف رحمهم الله، أنهم كانوا يعتبرون بما يكون في هذه الدنيا من تقلبات وأحوال، وذلك لأن هذه التقلبات وهذه الأحوال التي تكون في هذه الحياة الدنيا هي مرآة للآخرة وما يكون فيها. فالنعيم والعذاب والشدة والبؤس والنعيم، كل ذلك يكون في الدنيا ويكون في الآخرة، ولذلك يعتبر السلف بما يكون في الدنيا أنه تذكرة للآخرة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستخدم هذا الأسلوب مع أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم، ومن ذلك أنه صلى الله عليه وسلم قال: ناركم هذه التي يوقد بنو آدم جزء من سبعين جزءا من جهنم. فقال الصحابة: والله إن كانت لكافية، أي هذا الجزء في هذه الحياة الدنيا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها فضلت عليها بتسع وستين جزءا. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكرهم بالنار التي في الدنيا بنار الآخرة، وبين أن نار الآخرة أعظم من نار الدنيا بتسعة وستين جزءا. وهذا كثير في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فليعتبر المرء بما يكون في الدنيا من أحداث وفي الزمن من تقلبات واختلافات. عباد الله، فهذه وقفات مع شدة الحر الذي هو من تقلبات الزمن واختلافات الأحوال، وكيف كان السلف رحمهم الله تعالى يتعاملون مع شدة الحر في هذه الحياة الدنيا، وكيف يعتبرون بما يكون فيه بما يكون لهم زادا عند الله يوم القيامة. وعلينا يا عباد الله أن نتذكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. فمثل هذا الحديث يذكرنا بما يكون يوم القيامة عندما تشتد علينا حرارة الصيف، فحرارة الصيف في هذه الحياة الدنيا هي تذكرة بالموقف الذي يقف فيه الناس بين يدي الله عز وجل. وعندما يقف الناس في المحشر وتدنو منهم الشمس مقدار ميل،
ويكون أحوال وتكون أحوال الناس على قدر أعمالهم. نعم يا عباد الله، قد كان السلف رحمهم الله تعالى يعتنون بهذا عناية عظيمة، وقد جاء في الصحيح، بل جاء في الصحيحين من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه، قد جاء في صحيح مسلم من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه أنه قال: كان رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أعلم رجلا أبعد منه من المسجد، فقيل له: هل اشتريت حمارا تركبه في الظلماء وفي الرمضاء، أي في شدة الحر؟ فقال هذا الرجل: والله ما أحب أن يكون منزلي جنب المسجد، إني أريد أن يكتب لي ممشاي ورجوعي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قد جمع الله لك هذا كله. فانظر إلى هذا الصحابي الجليل الذي لا تخطئه صلاة، كما قال أبي بن كعب رضي الله عنه، وكان يأتي إلى المسجد في الظلماء وفي الرمضاء مشيا على الأقدام، ولم يركب ركوبا مع أنها رخصة له، وذلك من أجل أن يكتب له الأجر. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: قد جمع الله لك هذا كله. فانظر إلى هذا، إلى حال هذا الصحابي الجليل، وإلى حال كثير من الناس اليوم الذين يتعللون في عدم ذهابهم إلى الصلاة إلى شدة الحر، ويخلدون إلى راحة الجسد. وقد كان الصحابة والسلف رحمهم الله تعالى يجعلون من الصيف زادا من الأجور العظيمة، وذلك بصيام الهواجر. قال أبو الدرداء رضي الله عنه وأرضاه: صوموا يوما شديد الحر لحر يوم النشور. وقد جاء عن السلف رحمهم الله تعالى أنهم كانوا يتأسفون في الرحيل من الدنيا على ظمأ الهواجر، وكانوا يقولون: نصوم يوما شديد الحر ليوم أشد حرا. فهذا كان ديدن السلف رحمهم الله تعالى، أنهم يصومون في شدة الحر، لأنهم يعلمون أن هذا زادا لهم يوم القيامة، عندما يقفون في يوم شديد الحرارة تدنو الشمس من الخلائق مقدار ميل. وقد كان من صدق إيمان الصحابة رضي الله عنهم والسلف رحمهم الله أنهم كانوا يقولون عن الصيام في ظمأ الهواجر: إذا رخص السعر اشتراه كل الناس. يريدون بذلك أن الصيام في الأيام المعتدلة والباردة يستطيعه كل واحد، ولكن الصيام في شدة الحر وشدة الظمأ لا يفعله إلا من أخلص عمله لله سبحانه وتعالى، وصدق في طلبه لربه ومرضاته. ومن أفعال السلف رحمهم الله تعالى في شدة الحر الجهاد والغزو في سبيل الله. ولنا في غزوة تبوك وتجهيز جيش العسرة ما يدل على ذلك، فقد كانت هذه الغزوة من أشد الغزوات على الصحابة لطول الطريق وشدة الحر، ولذلك تخلف عنها المنافقون. قال الله سبحانه وتعالى: فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله، وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، وقالوا: لا تنفروا في الحر، قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. وفي هذا المقام العظيم نتذكر إخواننا المرابطين على الحدود، وجميع المرابطين في كل الثغور، الذين يجاهدون في سبيل الله لا يهمهم شدة حر ولا شدة برد، وحقهم علينا دعوات صادقة في أوقات الإجابة وفي كل وقت وحين. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. ولا يصدنكم الشيطان، إنه لكم عدو مبين. الحمد لله على إحسانه،
والشكر له على توفيقه وامتنانه، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، واشهد ان محمدا عبده ورسوله الداعي الى رضوانه، عليه وعلى اله واصحابه واخوانه صلاه وسلاما الى يوم الدين. اما بعد عباد الله، مما ينبغي على المسلم في شده الحر ان يتذكر رحمه الله سبحانه وتعالى عليه من هذه الوسائل الحديثه التي يتبرد بها ويتكيف بها مع الاحوال، وعندها يتذكر اخوانا له ليسوا على هذا القدر من الراحه والطمانينه في مثل هذه الاحوال ومثل هذه الاحداث، فيكون عونا لهم بالصدقه والاعانه، وخاصه الاقارب، فعلى المسلم ان يتفقد الاحوال وان يرى في الاقارب والمساكين والمحتاجين من هو محتاج الى الصدقه ومن هو محتاج الى النفقه، وليعلم ان هذا من اعظم الاعمال واجلها عند الله سبحانه وتعالى. فاعظم الصدقات واعظم النفقات ما كان في وقت الحاجات. واعلموا يا عباد الله ان من اعظم الصدقات في شده الحر سقي الماء، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم افضل الصدقه سقي الماء. فعلينا ان نكثر من الصدقه للمحتاجين في مثل هذه الاحوال، فان الصدقه نعم الزاد ونعم المذخر ليوم القيامه. فقد جاء في الحديث السبعه الذي يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله، ورجل تصدق بيمينه فاخفاها حتى لا تعلم شماله. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم والمرء في ظل صدقته يوم القيامه. واعلموا عباد الله ان خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. فعليكم بالجماعه، فان يد الله مع الجماعه، ومن شذ شذ في النار. اللهم اعز الاسلام والمسلمين، واذل الشرك والمشركين، ودمر اعداءك اعداء الدين، واجعل هذا البلد امنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم امنا في دورنا، واصلح ائمتنا وولاه امورنا. اللهم ايد بالحق امامنا وولي امرنا. اللهم وارزقه البطانه الصالحه الناصحه التي تعينه على الخير وتدله عليه وتذكره به يا رب العالمين. اللهم بصح احوال المسلمين في كل مكان. اللهم ول عليهم خيارهم، واكفهم شر شرارهم برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم ات نفوسنا تقواها، وزكها انت خير من زكاها، انت وليها ومولاها. اللهم واغفر لنا ما قدمنا وما اخرنا، وما اسررنا وما اعلنا، وما انت اعلم به منا، انت المقدم وانت المؤخر، وانت على كل شيء قدير. سبحان ربك رب العزه عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.